صباح الفل والجمال عليكم مشاهدينا واحبائنا متابعين قناه بحر تيوب، وصباح الفل والجمال على اخويا وصاحبي وحبيبي بحر، صاحب قناه بحر تيوب، الشاب المصري الجدع الرجوله ابن البلد، يعني اللي هو عمله نادره في الزمن ده. بصبح عليه من قدام محل من احلى واجدع محلات ادوات الصيد وادوات التخييم والكامبنج والاوت دور. واخدين بالكم ازاي؟ وما واخدين بالكم ازاي دي بحر، تمام؟ والمحل دوت فيه كل ما تتخيلوه من الحاجات الجامده اللي هي بتاعه المجال الحلو بتاعنا، المطويات والخناجر والحاجات ديت. واتمنى ان بحر يا رب دايما يعني يمتعنا بفيديوهاته، ودي حاجه بسيطه انا بديها له، يعني حاجه كده مش مقامك والله يا بحر، يعني بالامانه مش مقامك خالص يعني، بس اهو يعني حاجه كده على قد القد. واخدين بالكم ازاي؟ ويعني نتمنى التوفيق ليه طبعا، ونتمنى القناه بتاعت بحر تعدي العربيه وتوصل للعالميه، وهي بالفعل وصلت للعالميه يعني، تمام؟ بالفعل وصلت للعالميه قناه بحر. ويعني الحقيقه من جد واجتهد وجد، يعني هو الراجل عمل اللي عليه، يعني مش قادر اقول لكم. قناة بحر انا مش هقعد اتكلم كتير عنها، يعني انتوا مشاهدينه وانتوا عارفينه بقى. فده كده فيديو تحيه كبيره ليه، ويعني حاجه بسيطه، واهو ربنا يدينا يعني، ونبعت لك كده كل شويه حاجه حلوه بحر.